اوعى تشتري صيدليه في العاصمه الاداريه قبل ما تشوف الفيديو ده. انا محمد صالح وده برنامج عقار ريفيو. استثمارك في العاصمه الاداريه لازم يكون استثمار امن لانك لسه بتشتري المستقبل. عشان كده جمعت لك اكتر من نقطه لازم تاخد بالك منهم جدا وانت بتشتري صيدليه، خصوصا ان اغلب الصيدليات مساحتها كبيره وسعرها غالي، تقريبا 10 او 15 مليون جنيه، في حاجات بتوصل ل 32 مليون جنيه في العاصمه، فاستثمار كبير لازم تكون واخد بالك منه جدا وانت تستثمر في المكان الصح. اول حاجه، مش افضل استثمار هو صيدليه، مش معنى انك اشتريت صيدليه ان هي هتتاجر بكره. ده لاكتر من نقطه. اولا لو خدنا بالنا من الداون تاون، في كل مول في صيدليه ومساحات اراضي في الداون تاون صغيره جدا، فبالتالي اغلب الصيدليات دي للاسف مش هتتاجر، لان لازم من ضمن الشروط وزاره الصحه ان يكون في فرق بين الصيدليه والتانيه 100 متر، ومع القطع الصغيره دي للاسف مش هتكون المسافه 100 متر. تاني نقطه، اشتري اصغر مساحه في الصيدليه. الصيدليه كل ما كانت اصغر كل ما كان افضل، لكن اصغر بحدود عشان تبقى سهله في الايجار بعد كده، لان اغلب الناس اللي اجروا معانا في التجمع الخامس هنا بيفكروا في المساحه الاصغر لان هي نقطه بيع وتوزيع مش هيستقبل فيها عملاء كتير، فبالتالي بيدور على مساحه اصغر تقلل عليه الايجار وفي نفس الوقت تكون نقطه توزيع عشان الدليفري بيشتغل بشكل اكبر بكتير. تالت نقطه تاخد بالك منها، الكثافه السكانيه اللي هتخدم عليها. بمعنى حضرتك ما ينفعش تشتري صيدليه داخليا داخل الداون تاون. لو هتشتري على محور محمد بن زايد ده كويس جدا مفيش مشكله فيه، هتشتري في الاحياء السكنيه R1 و2 و3 R7 كل ده مقبول بشكل كبير جدا، لكن لو حضرتك هتشتري في مول داخلي ما اعتقدش ان هيكون في ترافيك عالي عليه، فبالتالي هيبقى صعب ايجارها بشكل كبير. النقطه اللي بعد كده لازم تاخد بالك منها، حط شرط جزائي بينك وبين المطور، لان اغلب الصيدليات في العاصمه الاداريه متباعه لكن مش كصيدليه، هي متباعه كمحل تجاري. العاصمه الاداريه ما بتطلعش رخصه صيدليه، فحضرتك اللي هترخص الوحده دي بعد كده وحضرتك اللي هتشغلها بعد كده، فتكلفه الترخيص دي عليك. فحط شرط جزائي بينك وبين المطور ان لازم الوحده دي تترخص كصيدليه، ولو ما ترخصتش الفرق يرجع ما بين التجاري وصيدليه، لان الصيدليه حضرتك بتشتريها بفرق 30 و40 الف جنيه عن المحل اللي جنبيها، فبالتالي هتبقى خساره كبيره جدا ليك لو اتحولت لتجاري مش صيدليه. دي كانت اهم نقط لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري صيدليه في العاصمه الاداريه. لو حابين نتكلم عن مشروعات اكتر في العاصمه الاداريه ممكن تكلمونا على رقم التليفون اللي ظهر تحت الشاشه او عن طريق اللينك الواتساب في الديسكريبشن. انا محمد صالح وده برنامج عقار ريفيو.